شفنا مواقع يعني ولات حاسة التهديف في الجولات الأخيرة، تدخلنا العودة القوية للمواقع. كما يقول لك الحمد لله هذا توفيق من عند ربي سبحانه، وين خدمنا وتعبنا وربي ما يخيبش كما نقولوا العبد اللي يخدم ويتعب. الحمد لله العوده هذه كانت يعني نقدر نقولوا موفقه، يعني سيتو في الوضعيه اللي عايشها الفريق، وين الحمد لله ربي وفقني وقدرت نسجل يعني بعض الاهداف يعني اللي كانت نقولوا مهمه للفريق. الحمد لله وان شاء الله نكمل هكذا حتى لافينتي. بيان سير بيان سير صافي، حنا كيما نقولوا رانا نجيريو ماتش بار ماتش، وين كاع لي مات نحضروا لهم يعني اهميه كبيره يعني يعني مدارين، يعني الجوار كاع راهم كونسونطري واعيين بالمباراه هذه. ماتش كلاسيكو كونتر المولوديه يعني نلعبوا حنا نستقبلوا في ميداننا، ان شاء الله ثلاث نقاط تقعد هنايا باش نزيدوا نسهلوا الماموريه على انفسنا. لي سيبورتير نقول لهم يعطيكم الصحة، وين راهم شاك فوا ديبلاسيو معانا يحضروا معانا في الصيف البلايص اللي رحنا لهم كاع يجوا معانا، نقول لهم غدوة إن شاء الله يعاونونا حتى الدقيقة الأخرى إن شاء الله ونفرحهم. Mais cette fois-ci, le Mourinho, c'est 7 matchs sans avoir encaissé un seul but, même s'il ne marque pas beaucoup. Quel est un peu. C'est vrai, la défense est un Mourinho. يعني راهم سوليد هذا العام، ميم حنا لاطاك تاعنا صافي 5 ماتش هما يماركيو، وان شاء الله الماتش نزيدو نماركيو في السيزيام ماتش. لا سيغ بلون بيرسونال نقدر نفاز عليه ديفيسيل، شفنا في لافاز روتور روتور اون فورس دو دافيد مواكي، زافي ماركي 9 بوت دون 7 شامبيون. بيان سير بيان سير، ميم نقولوا حنايا الحضور تاع الشيخ بوزيدي يعني زاد فينا نهضروا صح، يعني عنده حط اللمسه تاعو وين موتيفا مليح لي جوار، وين خدمنا معاه يعني في البريود الاخرى هذه. الحمد لله ان شاء الله نكملوا هكذا ونزيدوا يعني نزيد نسجل ان شاء الله اهداف اخرى ونعاون الفريق ان شاء الله. On dit aussi que une bonne défense, c'est aussi le milieu qui fait un premier écran, mais aussi pour vous, c'est le milieu qui alimente cette attaque. Justement, comment pensez-vous, comment prenez-vous un petit peu ce match face au Mourinho quand il se présente? Parce que vous allez avoir à faire un peu, vous avez un double rôle, double piston. احنا الحمد لله يا ربي بون السلام عليكم، حضرنا جايين المقابله بري التعادل اللي جبناه من وفاق سطيف، وفي الديبي د لا سيمان بدينا نوجدوا المقابله لمولديه الجزائر ونحوسنا نفهموا نقاط القوه ونقاط الضعف، درسناهم مليح مع المدرب ان شاء الله يوم المباراه نطبقوا كامل التعليمات تاع المدرب وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. رضا في الماتش كونتر سليب في لعب توانتيريو كونتر دي اس اس انت مع عبد الله وغيتا ما هم يعرفوا تلعبوا كيف بصح ما سونتي لونتونت بين الجوج باسكو ما يخفالكش الوضعيه ما تسمحلناش يكون هذاك لا ديفيرونس في المقابلة. الله يعطيهم الصحة، هما قدموا مباراة جيدة وما كانش كاين الخلل في المباراة، هذاك هو الصح إلا في بيان جوي لو رول تاعهم. بطبع الحال تكون ايجابيه للفريق باسكو لونترينر يكون عنده بزاف الحلول ودائما يوظف اللاعبين حسب المباراه اللي تكون دارسها. بونشا
pendant le championnat, vous avez pas tellement joué, vous n'avez pas, mais aujourd'hui on retrouve un peu le Mancha qu'on connaissait avant qu'il ne parte à l'étranger. Qu'est-ce qui a un peu changé? Est-ce que c'est le discours de l'entraîneur, c'est la façon d'entraîner, ou alors le discours de la direction? Qu'est-ce qui a changé pour que Mancha aujourd'hui retrouve un peu la plénitude de tous ses moyens? Comme vous voulez vous dire, que vous soyez remplaçant, que vous soyez titulaire, à chacune de vos entrées, vous êtes là présent et vous apportez ce plus attendu de vous. Qu'est-ce qui a changé? شو راح نقول لك ابري لا بلوديرني بليسير لقيت صعوبات باش نعاود نولي ونشكر المدربين اللي فاتوا كامل عطوني نصايح وشغل ماشي هذوك اللي يسمحوا فيا ولا الحمد لله انا حطيت راسي خدمت سمعت الهضره والنتيجه ان شاء الله راهي في الميدان كلمه انصار ان شاء الله راح يكونوا بقوه ان شاء الله يكون حضور بقوه غدوه ان شاء الله باسكو هما رقم 12 الفريق وهما دائما يعاونونا ان شاء الله تكون روح رياضيه باسكو دائما لازم نسحقوهم في كامل المباريات ان شاء الله ان شاء الله هيا سلام.